السلام عليكم. معكم وليد عدنان، ان شاء الله حكون معكم في الكورس بتاع السي سي ان اي، لكن السي سي ان اي الجديد سي سي ان اي 200301 اللي هو الكورس الجديد، عملوا فيه تغييرات في المجال بتاع شبكات سيسكو. حنبدا من الفاندمنتالز بتاعت الكمبيوتر نتوركس، بعدك حنمر على الاي بي سب نيتنج والسمرايزيشن والسوبر نيتنج، بعدك حنمر على مواضيع في الروتينج، حناخد البيزكس بتاعت الروتينج، بعدك حنتكلم عن الاو اس بيف، بعدك حنمشي للسويتشنج، في السويتشنج حناخد برضه الفاندمنتالز بتاعت السويتشنج، حنتكلم عن السبانينج تري بروتوكول والار اس تي بي، بعدك حنجي نتكلم في السويتشنج عن الفي لانس والانتر في لان روتينج، بعدك تاني حنمشي لمواضيع زي النات، زي الدي اتش سي بي، زي الاي بي في 6، مواضيع شيقه جدا ومواضيع مهمه بالنسبه لاي زول حنمشي في المجال بتاع النتوركينج. برضه تاني حنمشي من حيث الاضافات الجديده اللي هو زي الموضوع بتاع الوايرلس نتوركس، حنمر على موضوع الوايرلس نتوركس بصوره يعني ممكن نقول ادفانس شويه، حنتكلم عن الاكس بوينتس، عن الوايرلس كنترولرز، كيف تقدر تعمل كونفيجريشن للوايرلس كنترولر، كيف تعمل كونفيجريشن للاكس بوينت بي جي يو اي وبجرافيكال يوزر انترفيس. بعدك حنخش ثاني على المواضيع في الاس دي ان، في الاس دي ان برضه شويه حناخد مواضيع متقدمه عن الحاجات اللي كنا بناخدها في المنهج القديم، حنتكلم عن الاس دي اي اللي هي الاس دي ان اكس نتوركس، حنتكلم عن السيسكو دي ان اي سنتر عشان تقدر تعمل مانجمنت للنتورك بتاعتك. تاني حنمشي لمواضيع مهمه زي النتورك اوتوميشن، حنتكلم عن الاوتوميشن تولز زي الانسيبل زي البابيت زي الشيف، فكلها مواضيع مهمه ومواضيع ممتازه شديد. في ناس مرات بيقول لك يا اخي انا طيب قريت السي سي ان اي القديمه اللي هي ال 225، انا اعمل شنو عشان امشي للمنهج الجديد؟ هل ابدا الكورس من الجديد من البدايه؟ لا، نحن هنا في نتورك بلس قمنا عملنا زي مجموعه بتاعت محاضرات اللي هي الاضافات اللي اضافت في السي سي ان اي 200301، وعملناها في شكل بتاع كورس منفصل. يعني انت اذا قريت المنهج القديم ممكن بس تجي تقرا المحاضرات الاضافات دي عشان تنقلك للمنهج الجديد بصوره سموث. ف ال- 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 الكورس بتاع السي سي ان اي 200301 حنقوم نضيفه للمكتبه المسجله اللي هي لقيناها انها حاجه مفيده جدا بالنسبه للشباب. بنضيف الكورس في المكتبه المسجله، انت بتتواصل معانا بالواتساب، بنرسل لك اللينك، بتعمل داونلود الكورس بتاعك، بتحضر الكورس، بتعمل اللابات، عندك اي سؤال اي استفسارات بتتواصل دايركتلي مع الانستراكتور او دايركتلي مع الاستاذ. اي حاجه مثلا في اللابات ممكن نخش عليك ريموتلي نساعدك في انك نحل لك الاشكاليه بتاعه اللاب، فهي حاجه ممتازه جدا وبتخلي الزول يكون يشتغل في الوقت اللي هو عايزه، وفي نهايه الكورس بتقوم بتشتغل لك زي مشروع صغير بترسل لنا، نحن بنعمل له ايفالويشن بيز عليه، بنديك السيرتيفيكيت من نتورك بلس. فزي كل مره لازم تحضروا الكورس، ولازم في نهايه الكورس ترسلوا لنا الفيدباك بتاعكم، لان الفيدباك بتاعكم ده هو اللي بيخلينا احنا كل مره نعمل تيونينج للكورسات بتاعتنا. واذا عندكم اي مقترحات لكورسات جديده نضيفها لكم في المكتبه المسجله، برضو تواصلوا معنا على ارقام التواصل في المركز ان شاء الله. شكرا جزيلا.